كمان بقوا بيقولوا ان الجي اي اف، اتمنى ان بنتي تكون بتتفرج عليها فخوره بيا، من جي اي اف اللي هي فيديوهات صغيره كده بتعبر عن المشاعر. بمعنى ايه؟ زي مثلا حد مبسوط فيبعت لي حته من فيلم ما انا ما اعرفوش، بس وهي بتعمل ياه، او حد بيعيط وهو بيعيط وهو دي مفهومة، لكن في حاجات تانية لا، مش مفهومة المشكله خالص ان في ناس كتير جدا بالنسبة لي. يعني وخاصه الجيل الجديد بقى بيحب يتعامل بالموضوع ده على طول أسهل على طول، أسهل شغالين أسهل. ياخدوا حتت من مسرحيات ويعملوها كوميك ويبعتوها لبعض. فاهمه؟ أسهل، إنما الشخصيات اللي زي حالات اللي تحب تنحت الكلمة والحرف والحاجات دي أكيد أصعب. لكن في النهاية الدراسة دي قالت إن 81% من الشخصيات اللي هم عملوا عليها الدراسة كانوا 3000 حد بيستخدموا الصور المتحركة دي للتعبير عن انت عارفه المشاعر بشكل شبه دائم. انا تمام مع الايموجيز. الحاجه الوحيده اللي بتضايقني في الايموجيز هي او هي لما حد يضحك حد ويبعت له ها ها ها. انا بعملها على فكره عشان بس انتوا عارفين، بس انا بحس انا فيك قوي. يعني فكره ان انا عمري ما بضحك بها ها ها، طب لو انت عايزه تعبري بقى عن الطريقه دي تعملي ايه؟ يدونا صوت، ينزلوا بدل الايموجيز صوت ضحكه. اكيد فيه، بس احنا ما نعرفش. لا مفيش، لا مفيش. لسه ما وصلتش. طيب انا يعني باعتباري ده انا نفسي بلاش يعني ها اللي هو اللي احنا بقى بنهرج يعني بنضحك دي بتضايقني او قوي. نكتب او نعمل تعليق، يعني كتابه انا على صراحه ببعت الفكره دي. فويس نوتس على طول، انا بكتب، يعني انا الكتابه اسهل لي اما ما بكتير. بعرفش وقت في الاخر انا اقعد بقى يعني على الواتساب انا يا انحاز للكتابه. لا خرابي. انا عايزه اقول لك ان انا بكتب الاول في الورقه والقلم يعني، وبعدين اكتب على صدقت الموبايل. مني ليه؟ انا معايا بحب موبايل جدا الورقه اشتري والقلم. غير الموبايل بتاعي، لما موبايل شغلي جايبه معاه فيه قلم علشان اقعد ادق على حروف عشان ما تعبش نفسي. والله علشان ما عندي اعتقد مش ممكن ادق على الحروف احسن تك 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 وقمت سنت خلصت. اعتقد ان احنا معانا صورة الدراسة دي او لينك خبر الدراسة دي. بغض النظر عن الدراسة، انت عارفة ميرسي سالي اختي بعتت لي بتقول لي الجاكيت حلو، ميرسي يا روح قلبي. انتوا عارفين عائليا احنا كله مع بنمسي بعض على سالي، وكمان سالي بعتالي على فكرة، مش انت لوحدك. بجد. بعتت لي والله دلوقتي اهو سالي شيحة اهو. يا ميرسي عيني يا سالي، ميرسي وقايله لي كلام حلو. ميرسي يا سالي. طيب تاكلينا ايه النهارده؟ خلاص خلاص اشتغلي بقى يا سنه، طول ما انت طيب ما ما قولي بتتكلمي بقى ان انت انا اقعد اقول في اكل. الشباب بقى بيهتموا بالطريقة دي، يعني بدأوا من انت عارفه ايه اكتر حاجه ابتدت زي الايموجيز تحصل؟ كم البروبوزلز اللي بقت موجوده ايوه هو على ده. السوشيال ميديا اللي هو عروض الجواز بشكل كنا زمان بنتفرج عليها في الافلام، فكنا بنقول دي حركات افلام. اكتشفنا يا جماعه ان السوشيال ميديا كمان بقت حطت الموضوع ده، فالناس كتير بقوا بيعملوا كده. يعني